مساء الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير وعلى احسن حال. اليوم غنشارك معكم البسطيلة الحوت على شكل حوتة. غنبدا على بركة الله، غنوجد معكم هذا البسطيلة ديال الحوت على شكل حوتة. المكونات اللي غنحتاج ليهم، عندي هنايا الورقة البسطيلة والأخطبوط، سلقته وقطعته طريفات صغار، وشعريات الفوار، والسيبيا قطعتها طريفات صغار، والحوت غنديرو يفور في الكسكاس، ومن بعد غادي ننقيه، والكروفيت، المكعبات ديال الحامض، وسكنجبير خضر حكيتو في الحكاكة رقيقة، وقزبر ومعدنوس قطعتهم رقاق، والتومة حكيتها في الحكاكة رقيقة، والعطرية عندي هنايا الملح والإبزار والخرقوم. الكامون، الهريسة، والبصلة قطعتها رقيقة، وغادي نوجد شوية بشوية المكونات كلهم، وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال هذه البسطيله. حطيت مقله فوق النار مهيله، درت فيها شويه زيت رومية، شويه زيت بلديه، شويه الملح، شويه البزار، شويه الكمون، شويه سكنجبير، شويه الخرقوم، سكنجبير خضر، وشويه ديال الثومه، وقزبر ومعدنوس، شويه هريسه، والبصله قطعتها مشلضه خليتهم تتشحروا مزيان. عاد حطيت فوق منهم السيبيا، غنحرك شويه بشويه حتى تشحر مزيان، ملطي غنطفي عليها. وبنفس الطريقه غنوجد الاخطبوط مع شويه الزيت الروميه، شويه الزيت البلديه، شويه الملح، شويه البزار، شويه الكمون، سكنجبير خضر، خرقوم، الثومه، قزبر، البصله والهريسه. وبنفس الطريقه غادي نوجد الكروفيت بنفس المكونات، حامض، الكمون، بزار، الثومة، سكنجبير، الخرقوم، الهريسة، والبصلة، زيت الزيتون، زيت الرومية، وتنخليه حتى يتشحر، نخليه حتى يطيب بزاف، مكيحتاج العافية بزاف. ودابا غنوجد الحوت بعد ما فورته نقيته من الشوك. هنايا حطيت شويه الزيت الروميه، شويه الزيت البلديه، شويه الملح، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الخرقوم، سكنجبير خضر حكيتو في الحكاكه رقيقه، والثومه حكيتها حتى هي في الحكاكه رقيقه، ونص مكعب ديال الحامض، شويه الهريسه، وقزبر ومعدنوس قطعتهم رقاق، والبصلة حتى هي قطعتها رقيقة، وغنشحرهم مزيان، نحرك شوية بشوية. طبعا المكعب ديال الحامض كيدوب شوية بشوية. وبعد ما كتشحروا مزيان كنزيد عليهم الحوت، نقيت ونحرك شوية بشوية، والنار مهيلة تتشحر الحوت مزيان. والشعرية فورتها مع شوية الملح، هي واجدة. وبعد ما كنوجد المكونات كلهم كناخد الكسعة فاش غادي نخلط الخليط ديال المكونات اللي وجدت، بالسيبيا، كروفيت، الأخطبوط، الحوت، والشعرية الفوار.
وهنا وجدت الطاوة فاش غادي نعمر البسطيلة، وهنا وجدت البيض باش غنلصق الورقة البسطيلة، وطبعا الزبدة غادي ندوبها باش غندهن البسطيلة من الفوق. خديت الطاوة المربعة، ما بقيتش استعملت الدائرية، هذه اللي مناسبة ليا هي فاش غتجي ليا الحوتة مقادة. هنايا حطيت ثلاثة الورقات البسطيلة، استفتهم واحدة فوق من واحدة بحال هكا بهذا الشكل. وبعد ما كنخلط الخليط مزيان كنقادو في الطاوة على شكل حوتة بحال هكا، كنجمع الورقة في الجناب وكنغطيها بجوج ورقات اخرين وكنقادها على شكل حوتة بحال هكا، والورقة تنسقها بالبيض وتنقاد الحوتة مزيان وندهنها بالزبدة وندخلها الفران حتى تطيب وتحمر مزيان وكنخرجها. ها هي دابا خرجتها وزوقتها بشوية الفرماج بيض وشوية الفلفلة، وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلة بالحوت على شكل حوتة. كتجي زوينة ما شاء الله، لا في الشكل ولا في المذاق، كتجي لذيذة ورائعة. كنتمنى انكم تجربوها، هي البسطيلة اللي هي سهلة ما فيهاش المكونات بزاف وكتجي لذيذة في المذاق بزاف ورائعة. وكنتمنى انكم استفدتوا معايا، وإلا عجبكم الفيديو دوروا اللايك وبارتاجيو مع احبابكم وصحابكم والبنات الجداد اللي عاد لحقوا بالقناة. نقول لكم مرحبا بكم في قناة زهرة شانيل. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك الفيديو وضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وشكرا لكم على مشاركتكم في القناة وعلى المشاهدة ديالكم للقناة، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله بحول الله.